الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين يتلونه ليلاً ونهاراً ويعملون بأحكامه ويعرفون معاني ألفاظه. وبعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في قراءة مقدمة ابن عطية رحمه الله تعالى لكتابه المحرر الوجيز في تفسير كلام العزيز. وتقدم معنا في درسنا الأول مقدمة لهذا التفسير تتعلق بمنهجه في كتابة هذا التفسير، وذكرنا أن من مقاصد مقدمات تفاسير القرآن ذكر ما يتعلق بفضائل كتاب الله عز وجل وأهمية تفسير القرآن، وهذا هو الذي جعل المؤلف يعقد هذا الباب في إيراد ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن نبهاء العلماء وفضائل الأئمة في فضل القرآن المجيد وصورة الاعتصام به، أي كيف يتمسك به. وأورد في أول هذا الباب حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد رواه الترمذي وجماعة، وفي إسناده راو يقال له الحارث بن عبد الله الأعور، قد تكلم فيه بعض أهل العلم وضعفوا روايته. وقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل بأن له طرقاً، و في هذا اللفظ قال إنه ستكون فتن، المراد بالفتن الأمور المدلهمة التي لا يعرف مقبلها من مدبرها ولا يميز فيها بين الحق والباطل. وقوله كقطع الليل المظلم، أي أن هذه الفتن ستكون مغلقة الفهم على كثير من الناس، حتى أنها بمثابة أجزاء الليل المظلم، وذلك أن بعض الليالي يكون القمر فيها منيراً وبعضها يكون القمر فيها مظلماً قد ذهب ضوءه. فهذه الفتن كانت كقطع الليل المظلم. والصحابة رضوان الله عليهم حرصوا على معرفة طريق النجاة الذي يقيهم الله به من شر هذه الفتن، فقالوا فما النجاة منها يا رسول الله؟ وما أعظم هذا السؤال، كيف النجاة من الفتن؟ وقد ورد في النصوص ذكر بعض الأساليب والطرائق للنجاة من الفتن، فمن ذلك الاعتصام بالله عز وجل كما قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من الفتن، عائذا بالله من الفتن. وهكذا من طرائق الوقاية من آثار الفتن السيئة التمسك بغرز العلماء والسير على ما يوجهون به، كما في قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن فضل الله على علماء الأمة أنهم يعرف أن الله يعرفهم الأمور حين إقبالها، وأن الناس لا يعرفون حقيقتها إلا حين إدبارها. فقالوا فما النجاة منها يا رسول الله، أي من هذه الفتن؟ قال كتاب الله تعالى الذي هو القرآن العظيم. ثم ذكر شيئا من خصائصه فقال فيه نبأ من قبلكم، أي ذكر أحوال الأمم السابقة التي كانوا قبلكم، كيف اتبعوا أنبياءهم فأنجاهم الله، وكيف ظل طوائف منهم ولم يسيروا على طرائق أنبيائهم، فكان هذا
من أسباب هلاكهم ونزول العقوبات فيهم في الدنيا. ثم قال: وخبر ما بعدكم، أي أن فيه تقرير السنن الكونية التي أجراها الله عز وجل في الكون مما تعرفون به أخبار الأمم التي تأتي بعدكم. فكما في قوله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا فنأخذ منه أن الظلمة يهلكهم الله، وكما في قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا فنأخذ منه أن أهل الإيمان ينصرهم الله، وكما في قوله: إن تنصروا الله ينصركم، فيه دلالة على شيء من أحوال الأمم الآتية، أنهم متى نصروا الله وتمسكوا بشرعه نصرهم الله. وهكذا في قوله تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فيه معرفة سنة كونية في الكون باقية، أن من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله فإن الله يحسن إليه. وفي قوله: وحكم ما بينكم، أي أن هذا القرآن يفصل الله عز وجل به بين المختلفين والمتنازعين، فإن الله جل وعلا قد جعل هذا الكتاب حاكماً لما يكون بين الناس من النزاعات والاختلافات. فمن تمسك بكتاب الله عز وجل هداه الله، فكان عارفاً لحكم الله، كما في الآية: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكما قال تعالى: قل أغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقوله: وهو الفصل ليس بالهزل، أي أنه يفصل بالحق بين ما يكون من الناس، وليس فيه هزل ومخالفة لحال الجد. ثم قال: من تركه تجبرا، أي تكبرا، من ترك كتاب الله تكبرا قصمه الله، أي أنزل به العقوبة التي تستأصله ولا تبقي من حاله شيئا. قال: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فإن الهداية تكون في هذا الكتاب، كما في قوله تعالى عن الكتاب: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم قال: ويهديهم إلى صراط مستقيم. ثم قال جل وعلا: وهو حبل الله المتين، أي المستمسك الذي من تمسك به وصل إلى الله جل وعلا وإلى رضاه، كما في قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا. ونوره المبين، أي الطريق الذي، أي النور والهدى الذي يوضح الله به الطريق إليه. والذكر الحكيم والصراط المستقيم، أي الطريق الوسط الموصل إلى رضا الله بلا جهد ولا كلفة. ثم قال: هو الذي لا تزيغ به الأهواء، الأهواء هي الرغبات التي يرغبها الناس، فإذا كانت رغباتهم منطلقة من كتاب الله فلا يوجد عندهم زيغ وضلالة، بخلاف ما إذا كانت الأهواء في غير كتاب الله فإنه يكون عندهم الضلالة. قوله: ولا تتشعب معه الآراء، أي لا تختلف معه الأقوال، مما يدل على أن الحق في أحد الأقوال فقط. قال: ولا يشبع منه العلماء، لأن فيه من المعاني الجديدة، فكلما قرأوه وجدوا فيه معاني جديدة لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك. قال: ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء، أي لا يحسون معه بالملل والكلل، وإنما يستلذونه في كل مرة يقرؤونه فيها. قال: من علم علمه سبق، أي من كان عنده علم هذا الكتاب سبق به غيره من
الناس، وقال ومن عمل به أجر، أي من كان هذا الكتاب هو قائده في العمل وفي طاعة الله عز وجل، فإن الله جل وعلا يعطيه الأجر والثواب. قال ومن حكم به عدل، أي من قضى به بين الناس فإنه سيكون عادلاً موصلاً للحقوق لأصحابها. قال ومن اعتصم به، أي تمسك به وهدي إلى صراط مستقيم. وقال أنس في تفسير قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال المراد بالعروة الوثقى القرآن. ثم أورد المؤلف حديثاً آخر فيه لفظ من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن، يثور أي ليحركه ليثور ما فيه من العلم ويتحرك ويرتفع، يقال ثار الغبار بمعنى أنه حرك فارتفع. وهذا الخبر قد ورد بأسانيد بعضها موقوف على الصحابي وليس مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف حديثاً ثالثاً بلفظ أتلوا هذا القرآن، وقد ورد بمعنى من حديث ابن مسعود في السنن من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة عشر بعشر أمثالها. قال أتلوا هذا القرآن فإن الله يأجركم بالحرف منه عشر حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن الألف حرف فهذا أحد الحروف، واللام حرف، والميم حرف، ومن المعلوم أن الحرف الواحد من كل كلمة يدخل في هذا اللفظ. قوله قال وروي عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخر خطبة خطبها وهو مريض، هكذا ذكر المؤلف، ولا أعرف أن هذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، ولكن ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ثقلين، أي أمرين ثقيلين، وقال إنه لن تعمى أبصاركم ولن تضل قلوبكم ولن تزل أقدامكم، أي لن تنتقل من طريق الحق إلى الباطل، ولن تقصر أو تقصر أيديكم، كتاب الله سبب بينكم وبينه، أي صلة بينكم وبين رب العزة والجلال، فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه. المراد بالمحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا يكون هو المراد لله جل وعلا، كما في قوله تعالى قل هو الله أحد. وأما المتشابه فإنه يحتمل معنيين، أحدهما مراد لله جل وعلا والآخر ليس مرادا له، فأهل الإيمان يردون المتشابه إلى المحكم فيفهمونه، وغيرهم يضلون بسبب هذا المتشابه. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقوله إنا نحن المراد بها تعظيم رب العزة والجلال. وقد يأتي من يأتي من النصارى أو من غيرهم فيفهم أن المراد بهذا اللفظ التثليث، فيقال له هذا متشابه نرده إلى المحكم، والمحكم فيه قل هو الله أحد، إنما إلهكم إله واحد، ونحو ذلك من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف لفظاً منقولاً عن الإمام جعفر بن محمد الصادق رحمه الله تعالى، قيل له
لما صار، أي ما السبب الذي جعل الشعر والخطب يمل ما أعيد منها، أي إذا قيلت مرة أخرى ملها الناس، بينما نجد أن القرآن لا يمل مع كثرة قراءته، فبعض الناس يقرأه المرار العديد ولا يمل منه. فقال الإمام جعفر رحمه الله: لأن القرآن حجة على أهل الدهر الثاني، أي على كل زمان، ولذا علق الله به القلوب وجعل فيه من المعاني التي يكتشفها قارئها كلما أعاد قراءته للقرآن ما لا يجده في قراءته الأولى. فقال: كما أنه حجة على أهل الدهر الأول، فكل طائفة تتلقاه غضاً، أي شيئاً جديداً كأنه أول مرة يتلى، ولأن كل امرئ في نفسه متى أعاده وفكر فيه، أي من الأسباب التي جعلت الناس لا يملون من القرآن بأنه متى قرأ الإنسان القرآن مرة أخرى وأعاده وفكر فيه وجد فيه معاني جديدة لم يكن يعرفها فيما سبق، وتلقى من القرآن في كل مرة علوماً غضة. وليس هذا كله في الشعر والخطب، فإنك لا تجد هذا في الشعر والخطب. وقيل لمحمد بن سعيد: ما هذا الترديد للقصص في القرآن؟ أي لما السبب الذي جعل قصص الأنبياء عليهم السلام تتكرر مرة بعد مرة؟ فقصة آدم وإبليس وردت في سورة البقرة، ووردت في سورة الأعراف، ووردت في سورة الحجر، ووردت في سورة الإسراء، ووردت في سورة الكهف، ووردت في سورة صاد. فلماذا تكررت هذه القصة وهي قصة واحدة؟ قيل له: بأن سور القرآن كل سورة منها لمعنى ولغاية، فيؤتى من قصص القرآن في كل سورة بما يحقق ذلك المقصد وتلك الغاية. ثم قال: ليكون لمن قرأ ما تيسر منه حظ في الاعتبار، أي في التفكر والتأمل في المعاني التي اشتملت عليها هذه السور. ثم أورد المؤلف حديثاً فيه من قرأ القرآن فرأى أن أحداً أوتي أفضل، أي أحسن مما أوتي يعني من هذا القرآن، فقد استصغر ما عظم الله، فإن القرآن عظيم وهو كلام رب العزة والجلال. والصواب في هذا اللفظ أنه من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما موقوف عليه، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد بعده لفظ: ما من شفيع أفضل عند الله من القرآن، لا نبي ولا ملك. وهذا ورد مرسلا، لكن جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. وأورد بعده: أفضل عبادة أمتي القرآن. وهذا اللفظ لم أجده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه، فإن القرآن كلام رب العزة والجلال. قال: وحدث أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ آية، أنه من قرأ 100 آية كتب من القانتين. القانتون هم الذين فرغوا أنفسهم لطاعة الله بالقيام والقراءة، ومن قرأ 200 آية لم يكتب من الغافلين،
ومن قرأ 300 آية لم يحاجه القرآن، أي لم يقل له القرآن بأنك قد أهملتني وهجرتني. وهذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في إسناده مفاوز دون تمنعه من أن يبلغ درجة الصحة. قال: وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشراف أمتي حملة القرآن. وقد ورد بيان أن حملة القرآن وحفظة القرآن هم أهل العلم، كما في قوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ثم أورد من حديث أو من كلام عمر رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي جعلناهم يرثونه بعد من نزل فيهم القرآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، أي اخترنا من عبادنا، أي ممن يقوم بعبودية الله سبحانه وتعالى، إلى آخر الآية. فإنها قد جعلت المؤمنين على 3 أصناف: السابق والمقتصد والظالم لنفسه. وتلاحظون أن هذه الأصناف قد جعلت جميعاً من هذه الأمة، وقد جعلت ممن ورث الكتاب، مما يرد قول من يقول بأن من يقدم على الكبائر يخرج من ملة الإسلام. ثم أورد لفظ: ألا إن أصفر البيوت بيت صفر، أي خلا من كتاب الله. هذا مأخوذ من الصفر، وهو الصواب أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. قال: وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع، يعني يشفع لأصحابه، مشفع أي يقبل الله شفاعته، وماحل مصدق، أي أنه شاهد على من أعرض عنه وهجره، فيكون ذلك من أسباب نزول العقوبة به، فتخلو يداه من الحسنات. من شفع له القرآن نجا، ومن محل به القرآن يوم القيامة كبه الله عز وجل لوجهه في النار. قال: وأحق من شفع له القرآن أهله وحملته، وأولى من محل به من عدل عنه وضيعه، أي من مال عن هذا الكتاب ولم يعمل به ولم يتلوه. وأورد لفظ: إن الذي يتعاهد القرآن ويشتد عليه له أجران، والذي يقرأ القرآن وهو خفيف عليه مع السفرة الكرام البررة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو شاق عليه له أجران، والذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة البررة. ثم أورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مل، أي جلسوا فلم يكن بينهم حديث وتوقف حديثهم. وقد نسبه المؤلف إلى ابن مسعود، وأكثر أهل العلم ينسبه إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقالوا: يا رسول الله حدثنا، أي أشغل مجلسنا بما يعود علينا بالنفع والخير. فأنزل الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يصدق بعضه بعضا، مثانيا أي تثنى وتكرر أحكامه ومعانيه وقصصه، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم،
الخشية الخوف مع العلم، فمن كان يخشى الله فإنه سيتأثر بالقرآن ويقشعر منه جلده ثم يلين بعد ذلك. قال: ثم ملوا ملة أخرى فقالوا: يا رسول الله قص علينا، يريدون أن يشغلوا مجالسهم. فأنزل الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قال: وروى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث أصله عند البخاري بلفظ: خيركم من تعلم القرآن، ومعناهما واحد: من تعلم القرآن أي علم ألفاظه وعلم ما فيه من المعاني والأحكام. فدراسة العلوم الشرعية من فقه وعقائد هي من تعلم القرآن، وعلم أي درسه وبين طريقة تلاوته وما فيه من الأحكام والعلوم لغيره. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن كل مؤدب، أي كل شخص وضع مأدوبة أي وليمة، يحب أن يؤتى أدبه، أي يفضل ويرغب أن يأتيه الناس فيأكلون من تلك المأدبة، وإن أدب الله القرآن. فالله جل وعلا يحب أن تؤتى مأدبته. ومر أعرابي على عبد الله بن مسعود وعنده قوم يقرؤون القرآن، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يقتسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بنصيب وافر. ثم ذكر خبراً من أخبار بني إسرائيل، فقال: ومرت امرأة على عيسى بن مريم عليه السلام فقالت: طوبى لبطن حملك ولثديين رضعتهما. فقال عيسى: طوبى لمن قرأ كتاب الله واتبع ما فيه. وأورد عن محمد بن كعب القرظي في تفسير قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن هذا المنادي هو القرآن. وقال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أن المراد به الإسلام والقرآن، ففضل الله ورحمته الإسلام والقرآن. وأورد عن ابن مسعود أنه سئل: ما السبب الذي يجعلك لا تكثر من نوافل الصيام وإنك لتقل الصوم؟ فقال ابن مسعود: إن الصوم يمنعني عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي من الصوم، فإن القرآن يزيد الله به الإيمان بما فيه من الآيات والحكم والمعاني، ويتعلم الإنسان به العلم. ولذا كان أكثر الفقهاء على أن من أفضل الأعمال التطوعية التي يتقرب بها لله عز وجل طلب العلم. وأورد بعده أن قوماً من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر يا رسول الله ثابت بن قيس؟ ثابت بن قيس أحد الصحابة، وكان مشهوراً برفعه لصوته. قالوا لم تزل داره البارحة تزهر فيها وحولها أمثال المصابيح، أي فيها إنارة كثيرة كأنها مصابيح الضوء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فلعله قرأ سورة البقرة. فسئل ثابت بن قيس فقال: نعم قرأت سورة البقرة. وهذا الحديث مرسل، و
لم يتصل إسناده. قال: وفي هذا المعنى حديث صحيح عن أسيد بن حضير أنه كان يقرأ في أظنه في سورة الإسراء، فكان يسمع فكانت فرسه تتحرك وتوقف عن القراءة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأن الملائكة تنزل تظله لحسن صوته بالقراءة. ثم ذكر عن علي الأثرم قال: كنت أتكلم في الكساء، أي أقدح فيه وأعيبه وأقع فيه، فرأيته في المنام وعليه ثياب بيض ووجهه كالقمر، فقلت: يا أبا الحسن، ما فعل الله بك؟ أي ما مصيرك وما المآل الذي وصلت إليه؟ فقال: الكسائي غفر لي بالقرآن. والمنامات لا يؤخذ منها حكم شرعي، ولا يجوز أن نبني عليها حكما، وإنما قد تكون من دواعي عمل الإنسان بعمل قد ثبت في الكتاب أو السنة. ثم أورد عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه، أي وصى، فقال: عليكم بالقرآن، أي تمسكوا به وأكثروا من تلاوته، ولم أجده بهذا اللفظ. ثم أورد من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص أن من أشراط الساعة، أي من العلامات الدالة على قرب قيام الساعة، أن يبسط القول، أي أن يكون الكلام كثيراً عند الناس، ويخزن الفعل، أي يقلل من الأعمال، ويرفع الأشرار، أي تعلى منزلتهم، ويوضع الأخيار، أي لا يلتفت إليهم ولا يجعل لهم مكانة ومنزلة، وأن تقرأ المثنات، أي الكلام الذي يتكلم به الناس من كتب أو نحو على رؤوس الناس، لا تغير، أي لا ينبه على ما فيها من الخطأ والمخالفة للصواب. فقيل له: وما المثنات التي تقرأ على رؤوس الناس لا تغير؟ فقال: ما استكتب من غير كتاب الله، أي ما ألفه الناس بمؤلفاتهم. قيل له: فكيف بما جاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت ذكرت أن المثنات غير الكتاب، إذن السنة هل هي من المثنات أو لا؟ فقال: ما أخذتموه، أي الأحاديث التي نقلتموها عن الرواة الثقات الذين تأمنونهم على أنفسهم ودينهم، فهذا خذوه واعقلوه، وعليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم، أي عرفوهم كيفية تلاوته وفهموهم كيف يفهمونه، فإنكم عنه، يعني عن القرآن، تسألون يوم القيامة وبه تجزون، أي يكون ثوابكم على وفق ارتباطكم بكتاب الله جل وعلا، وكفى به واعظا لمن عقل. فالقرآن به العظة، كما قال جل وعلا: لأنذركم به ومن بلغ، أي أنذركم بهذا القرآن. وقال رجل لأبي الدرداء: إن إخوانا لنا من أهل الكوفة، وهي مدينة بالعراق، يقرؤونك السلام، أي يوصلون إليك، وطلبوا منا أن نوصلك سلامهم، ويأمرونك، أي يرغبون منك أن توصيهم، أن توصيهم، أي تذكر لهم شيئا ينتفعون به في أمور دنياهم وآخرتهم. فقال أبو الدرداء: أقرئهم السلام، أي أوصل لهم سلامي، ومرهم، أي اطلب منهم، فليعطوا القرآن خزائمهم. الخزائم هي ما يوضع على الأنف، سواء من الذهب أو من الحبال التي تمسك، فكانوا يضعون على الدواب لجاماً على أنفها يمسكها
من أجل ألا تفرط وألا تجري جريا سريعا، فيتحكمون في مشيها. فأمرهم أن يجعلوا خزامهم القرآن بحيث يكون ممسكا لهم، لا يتصرفون ولا يفعلون إلا من كتاب الله جل وعلا. قال: فإنه، يعني القرآن، يحملهم على القصد، أي على الوصول إلى الهدف والمقصد بالطريق السهل والسهولة، ويجنبهم الجور أي الميل عن الطريق، والحزونة أي الطريق الصعب. فهنا تمثيل بليغ للتمسك بالكتاب، يقول: من تمسك بالقرآن فهو بمثابة من سار على الطريق السهل والطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ومن ترك القرآن والقرآن يجنبهم الجور أي الطريق المائل، ويجنبهم الحزونة أي الصعوبة في الطريق التي يسلكونها. ثم قال: وقال رجل لعبد الله بن مسعود: أوصني، أي أعطني موعظة ووصية أنتفع بها. فقال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، أي اجعل سمعك يلتفت إليها ويسمعها. فإنه، يعني فإن المذكور بعد هذا اللفظ خير يأمر الله به وأي يلزم به، أو شر ينهى عنه أو ينهى عنه. قال: وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أحسن الناس قراءة، أي أفضلهم في القراءة أو صوتا بالقراءة، فقال: هو الذي إذا سمعته رأيته يخشى الله، رأيته يخشى الله. هذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه كيسان اليماني مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو تابعي، فهذا من المراسيل. وقد تقدم في ذكر قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم أورد المؤلف حديث: اقرأوا القرآن، أي أكثروا من قراءته، قبل أن يجيء، أي يأتي قوم يقيمونه كما يقام القدح، أي يحسنون قراءته كما يقام القدح، أي السهام التي يرمى بها، ويضيعون معانيه، أي لا يتفكرون فيه وفيما اشتمل عليه من الأحكام والمعاني، يتعجلون أجره، أي يطلبون عليه أجراً دنيوياً، يعطون عليه مكافأة ونحو ذلك، ولا يتأجلون، أي ليس من مقاصدهم في تلاوة القرآن أن يكون لهم الأجر الأخروي. ولذلك على الإنسان أن ينوي بقراءته لكتاب الله الحصول على أجر الآخرة وتصحيح عمله ليرضي ربه سبحانه وتعالى. قال: ويروى أن أهل اليمن لما قدموا أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه سمعوا القرآن فجعلوا يبكون لسماعهم الآيات البليغة التي تحرك القلوب وتذكرهم بالله وتخوفهم من أليم عقابه وتذكرهم بالهلاك الذي كان على الأمم السابقة مما لا يؤمن معه أن ينزل بنا مثل ما نزل بهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هكذا كنا، يعني كنا إذا استمعنا القرآن بكينا وتأثرنا، ثم قست القلوب. وقسوة القلب تجعل القلب لا يتأثر ولا يتحرك بما يتلى عليه، ولا يتأمل ويتفكر في معاني كتاب الله عز وجل. قال: وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، أي لا يستطيع أحد
أن يدفعه. قال فأنتن أي أنه تلفظ بالأنين حتى أنه تأثرت صحته بذلك ومرض حتى عيد، أي جاءه من يعوده ويزوره لمرضه لمدة 20 يوما. قال وقال الحسن بن أبي الحسن البصري إنكم اتخذتم القرآن مراحل، أي كان حظكم من قراءة القرآن مجرد القراءة، تجعلون حزبا تقرؤونه بدون أن تتفكروا فيه ولا أن تعملوا به. إنكم اتخذتم القرآن مراحل، وجعل يعني مواطن لأسفاركم، وجعلتم القرآن جملا تركبونه فتقطعون به المراحل، فهو بمثابة الجمل، إنما يراد به تمضية الوقت. وإن من كان قبلكم رأوه رسائل، أي كأنه خطاب موجه من الله عز وجل لهم. إذا خاطبك أحد فإنك تتأمل وتتفكر في معاني كلامه لأنه يخاطبك، وبالتالي يتحرك قلبك بسبب ذلك، بخلاف ما إذا قرأت كلاماً لست مقصوداً به فإنك حينئذ تمره مجرد الإمرار. قال من كان قبلكم رأوه رسائل إليهم من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل، يتفكرون في المعاني التي اشتملت عليها وينفذونها بالنهار، أي يعملون بها. وقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنزل عليكم القرآن لتعملوا به فأخذتم درسه عملا، إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا، يعني في القراءة، ولكنه لا يعمل به فيكون قد أسقط العمل به. قال القاضي أبو محمد وهو المؤلف ابن عطية رحمه الله قال قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فتذكر القرآن سهل ميسر، ومع ذلك قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكيف هو سهل ثم هو ثقيل؟ فيقال في ذلك هو سهل أن تتذكر ما فيه وأن تعلم معانيه، لكن هذه المعاني معاني عظيمة كبيرة، فهو يوصل لك الشيء الكبير العظيم على جهة سهلة يسيرة. ولذا قال قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي علم معانيه والعمل به والقيام بحقوقه ثقيل، فكأنه رأى أن هذه الأمور هي الثقيلة، معرفة المعاني والقيام بالقرآن وحقوقه، ورأى أن المراد بالسهل هو القراءة المجردة. قال فمال الناس إلى الميسر وتركوا الثقيل وهو المطلوب منهم، والصواب كما تقدم أنه ميسر، أي أنه سهل التلاوة، سهل التدبر والتفكر، سهل العمل، وفي نفس الوقت فيه المعاني العظيمة الثقيلة، فهو سهل على المكلف عظيم المعاني في نفسه. وقيل ليوسف بن أسباط بأي شيء تدعو إذا ختمت القرآن، أي ما هي أدعيتك عند ختم القرآن؟ فقال أستغفر الله من تلاوتي، لأنني مقصر في هذه التلاوة حيث أنني لم أعمل به تمام العمل ولم أتدبره تمام التدبر، فقال أستغفر الله من تلاوتي لأني مقصر فيها، لأني إذا ختمته
ثم تذكرت ما فيه من الأعمال أنني لم أعمل بشيء منها، خشيت المقت أي الغضب من رب العزة والجلال، خفت من الله أن يغضب علي بسبب أنني لم أعمل بما فيه، فأعدل أي أتوجه وأنحرف إلى الاستغفار والتسبيح لعل الله عز وجل أن يغفر لي ذلك. قال: وقرأ الرجل القرآن على بعض العلماء، أي أن هذا الرجل أراد أن يتعلم كيفية تلاوة القرآن وكيفية إقامة حروف القرآن. قرأ رجل القرآن على بعض العلماء، قال: فلما ختمته أي أتممته وأكملت قراءة القرآن كاملا وعرفت كيفية تلاوته، أردت الرجوع إلى أوله، أي أردت أن أقرأه مرة أخرى على ذلك العالم، فقال لي: اتخذت القراءة علي عملا، أي جعلت عملك المجرد هو إعادة تلاوة القرآن علي، اذهب فاقرأه على الله تعالى في ليلك، أي اعمل به وقم به في ليلك، وانظر ماذا يفهمك منه، أي تأمل ما الذي يمكنك الله عز وجل من فهمه فاعمل به. ولا شك أن القرآن وهو كلام الله عز وجل فيه فضل عظيم، ولذلك جاءت النصوص بالتنويه به وبيان أن الهدى فيه، قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال وفي آيات كثيرة. ولذلك على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بعدد من الأعمال المتعلقة بكتاب الله عز وجل، منها تعلم قراءة القرآن وكيفية قراءته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، وهكذا أيضاً عليك بالإكثار من قراءة القرآن، قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال: ورتل القرآن ترتيلا، وهكذا عليك أن تكثر من استماع القرآن، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهكذا تقرب إلى الله عز وجل بتعليم الخلق كتاب الله وتفهيمهم لمعانيه، وعليك أيضا أن تتقرب إلى الله بفهم هذا القرآن واستنباط الأحكام منه متى كنت من المؤهلين لذلك. وعلى الإنسان أن يتقرب لله جل وعلا بدعوة الخلق إلى هذا القرآن، ليجعل القرآن منتشرا في الأمة، يحرص أفرادها على كتاب الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يربطنا بكتابه العظيم، وأن يجعلنا ممن أكثر تلاوته، وأن يجعلنا ممن أقام حروفه ومعانيه، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن عمل بهذا الكتاب وأكثر من استماعه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جميع أفراد هذه الأمة مرتبطاً بكتابه العظيم، وأسأله جل وعلا لولاة أمور المسلمين أن يكونوا من أهل القرآن وأن يعملوا به وأن يحكموه هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.